بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله مستعينين بالله، مستمدين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قراءة وشرح مسند الإمام الدارمي المعروف بسنن الدارمي. وسنن الدارمي من الكتب المهمة التي أغفلها كثير من الناس بسبب انشغالهم بالصحيح، وهو صحيح مسلم وصحيح البخاري، وانشغلت الأمة على مر العصور بشرح هذه الكتب وقراءتها وإقرائها وحفظها، وأغفلوا كثير من الكتب الأخرى التي لا تقل أهمية عنها، مثل كتاب سنن الدارمي الذي عده كثير من العلماء أنه هو سادس الكتب الستة مكان سنن ابن ماجه، وكانوا يعتقدون أن الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن الدارمي مكان سنن ابن ماجه. كويس، كثير من العلماء يعتقدوا هذا. والإمام الدارمي كان في عصر الرواية، بل ولد قبل ولادة الإمام البخاري ب13 عاما، ولد سنة 181 هجري في سمرقند اللي هي تابعة لأوزبكستان حاليا، جمهورية أوزبكستان التي ولد فيها أيضا الإمام البخاري. سمرقند خرج منها الإمام أئمة كثيرين، منهم الإمام البخاري اللي هو خرج من أوزبكستان أيضا من بخارى. الإمام الدارمي اسمه أبي عبد الله أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام الدارمي، من أصول عربية، أصوله عربية تميمي، أصوله أجداده، وهي من القبيلة التي أنجبت أيضا كثير من أهل البيان، منهم الفرزدق الشاعر المشهور. ولد سنة 181 هجري قبل ولادة الإمام الشافعي الإمام البخاري بإيه؟ ب13 عاما، في نفس العام الذي مات فيه ابن المبارك عبد الله بن المبارك. ولد بسمرقند، وسمرقند كانت من أجمل المدن، من أجمل المدن هواء ونباتا وطبيعة، وبالتالي كل من نشأ في مدينة جميلة تجد عنده جمال في حاله وفي قلبه، وفيه عنده سكينة وهدوء ولين طبع، لأن البيئة اللي بينشأ الإنسان فيها بتؤثر على طبيعته. اللي ينشأ في بيئة صحراوية صخرية غالبا ما يكون قاسي القلب، واللي ينشأ في بيئة خصبة فيها كثير من النبات والخضرة والجمال ينشأ عنده يحس الجمال والرق والرقة وجمع الخاطر وجمع الشمل، شمله مجموع مش مشتت، لأنه رزقه قدامه والدنيا قدامه، فمش مشغول على الدنيا، ده بقى مشغول بحاجات تانية، فيكون مجموع الخاطر. سمرقند كلمة معناها قلعة الأرض باللغة العربية. سمرقند لما تيجي تترجمها بالعربي تطلع إيه؟ قلعة الأرض. عاش الإمام الدارمي صاحب السنن في فترة حكم العباسيين، وكانت هذه الفترة كثر فيها التراجم والفلسفة والفلسفات، وكثر فيها الآراء، وكثرت فيها الفرق، فكانت فترة عاصفة بالأفكار المتعلقة بالعقائد وغيرها، فكانت فترة صعبة من الفترات الصعبة. ولذا كان كل من يريد أن يهرب من عواصف هذه الأفكار يعمل إيه؟ يرجع للوحي، القرآن والسنة، ما يسمعش أي حاجة تانية، عايز يصم أذنه عن أي كلام تاني علشان إيه؟ يعصم نفسه، لأن آراء الناس كثرت، وكل رأي له فرقة تدافع عنه. فكان ممن هرب إلى القرآن والسنة والوحي العلماء الذين
كرسوا حياتهم في جمع كلام النبي وسنة النبي من أفواه الرجال كالإمام البخاري والإمام الدارمي والإمام النسائي وغير هؤلاء، كانوا يهربوا من فتن زمانهم باللجوء إلى القرآن والسنة والاعتصام بالأصلين اللذين فيهما العصمة. وعلشان كده برع في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبز بين أقرانه واشتهر بالرحلة، فارتحل إلى بلاد المسلمين يجمع كلام النبي وسنن النبي من أفواه الرجال بالأسانيد المتصلة، حتى كان حجة في عصره وولاه القضاء حاكم سمرقند، ولاه القضاء بعد إلحاح، فقبل القضاء ولاية القضاء وقضى قضية واحدة ثم اعتذر بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يشغل نفسه عن العبادة وعن العلم وعن التعليم، لأن الوظيفة كثيرا ما تشغل الإنسان عن عما أراده الله منه، وهو كان يرى أن الله أقامه في المحافظة على سنة النبي، ولذا له السنن وله التفسير أيضا، ولكن التفسير لم يصلنا، يعني في تفسير الدارمي لم يصلنا، مخطوطات ربما تكون احترقت وزالت، لأن مدينة سمرقند هدمت عدة مرات أيام المغول، ثم بناها تيمور لانك بعد ذلك تعرضت، ثم بعد ذلك أيضا تعرضت أيام الكسح الشيوعي وإيه ودخلها ستالين ولينين ودمروا البلاد وخلعوا حجاب 13,000 امرأة في يوم واحد الشيوعيين حتى يزيلوا الإسلام من هذه البلاد، ولكن هيهات بعدما مرت السنين عادت البلاد إلى ما كانت عليه والحمد لله. فالبلاد أوزبكستان وهذه البلاد تعرضت لمشاكل كبيرة على مستوى على مر العصور. توفي الإمام السمرقندي عن عمر يناهز 75 عاما، يعني 255 هجري، يوم التروية يعني 8 ذو الحجة بعد العصر، ودفن يوم عرفة، ومكان دفنه ووفاته غير واضح في الكتب، لكن يبدو أنه مسقط، وعايزكم تعملوا لي بحث وتجيبوا لي مصدر يقول ذلك. دفن فين؟ هو ولد في سمرقند بالإجماع، مات بعد 75 سنة، دفن فين؟ يبدو أنه في مسقط عمان، مسقط عمان، لكن هل هناك في مسقط عمان مسجد يزار فيه ضريح الدارمي، ولا ليس في مسقط أصلا، ولا مات في بلده؟ لم يوضح معظم الذين كتبوا في السير النبلاء والأصحاب، كلهم يقول لك توفي سنة 275 هجرية بعد العصر يوم التروية ودفن يوم عرفة عن عمر ينهز 75 عام ونقطة، ما قالوش مات فين. فهمت؟ أنا عايزين نبحث بقى مات فين. أنا على حسب بحثي السريع يبدو أن هي مدينة مسقط اللي هي تبع عمان حاليا، لكن يعني ابحثوا لي وحاولوا كلكم تبحثوا، واللي يجد مصدر يوضحه لنا في الأيام القادمة يبقى لا بأس، حتى نزيده في الكتب لأنها ناقصة. كتاب سنن الدارمي لم يخدم بعد ويحتاج إلى خدمة كبيرة. الشيخ الغمري السيد أبو عاصم الغمري له فتح المنان على سنن الدارمي 10 مجلدات، خدمه خدمة جليلة وقرزه له سيدنا محمد بن علوي الدارمي ابن علوي المالكي، خدمه خدمة كبيرة، لكن ما يزال هذا الكتاب يحتاج خدمة أكثر، وما زالت كتب، وكذلك سنن ابن ماجة لما شرحناها وجدنا أنها لم تخدم بعد، سنن ابن ماجة، فهذه الكتب تحتاج، وسنن النسائي لم تخدم بعد هذه الكتب، فهذه الأمور موجودة لهذه العصور اللي احنا فيها حتى ندلي بدلونا ونحاول اننا نخرجها للناس مرة اخرى، بدل ما ننشغل بقراءة الثقافات الغربية والكلام الفارغ الذي يشكك الناس في امور دينهم ودنياهم. الإمام الدارمي كان حجة، وكثير من العلماء عصره كان يثنى عليه ثناء حسنا، وكانوا يقولون أن حفاظ الدنيا أربعة، كانوا يعدوه رابع حافظ في الدنيا في زمانه العلماء. والإمام أحمد بن حنبل سئل عن الدارمي قال ذاك السيد النبيل،
واخد باله، وان الامام احمد بن حنبل كان يتحرى في مدح الناس، لكن اول ما يذكر له عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي يقول ذلك السيد النبيل الموثق في علمه. وهكذا لما وصل خبر وفاة الامام الدارمي للامام البخاري بكى بكاء شديدا وحزن حزنا شديدا، لانه اذا مات العالم سلم المسلمون ثلما لا يستطيع ان يعوضوها رضي الله عنه. ولكن على اي حال ترك لنا الامام الدارمي بعد رحلاته وتطوافه حول بلاد العالم، ترك لنا هذا الكنز وهو سنن الامام الدارمي، ولم يشترط في كتابه ان ياتي بالصحيح حتى لا يعني يتعرض الى نقد غيره، فيقولون انت قلت صحيح فلماذا رويت هذا الضعيف او لماذا، حتى يكون عنده حريه في التاليف، فياتي ببعض الاحاديث الضعيفه الاسناد، لكن كان غالبا ما ياتي بها في المناقب وفي فضائل الاعمال. ولذا لم يشترط على نفسه روايه الصحيح، كان له اسهل في التصنيف وايسر له حتى يجمع اخبار كثيره كانت قد تضيع عنا لو اشترط لنفسه الصحيح رضي الله عنه وارضاه. وبدا كتابه ببدايه غريبه تاثر بها الامام البخاري، حتى الامام البخاري في صحيحه بدا تقريبا بمثل بدايه الامام الدارمي في حديثه. بدا يعني الامام البخاري بدا ببدء الوحي، وبعد بدء الوحي للعلم الامام الدارمي بدا بما كان عليه العرب في الجاهليه اولا، ثم بعد ذلك صفات النبي علشان تعرف من هو النبي الذي نزل عليه الوحي، ثم بعد ذلك بدا بكتاب العلم والوحي وغير ذلك. فكان الامام البخاري تاثر بطريقه الدارمي في التصنيف، لان كتاب سنن الدارمي كان صنفه قبل ان يصنف الامام البخاري صحيحه رضي الله عنه وارضاه. من اراد الزياده عن الامام الدارمي، وفي ثلاثيات كثيره بقى للامام الدارمي، له ثلاثيات يعني اسناد مرفوع، يعني بينه وبين رسول الله ثلاثه بس اسمها ثلاثيات الدارمي، وهي كثيره حتمر علينا ان شاء الله. واليوم نبدا كتابه المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب يسر وأعن. قال أخبرنا الشيخ المسند أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قراءة عليه، قال أخبرنا رواة الدارمي أكثر من 16، منهم رواية السجزي الهروي قراءة عليه، قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن المظفر الداوودي قراءة عليه في جمادى الأخيرة سنة 65 و400، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قراءة عليه سنة 81 و300، قال أخبرنا أبو عمران عيسى ابن عمر ابن العباس السمرقندي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمه الله صاحب المسند، قال باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهل والضلالة. والحمد لله إسنادي لسنن الإمام الدارمي متصل عن طريق سيدنا محمد بن علوي المالكي الذي أجازني في مروياته عندما التقيت به مرتين، مرة في بيته في جدة ومرة أخرى أيضا في مكة رحمه الله تعالى، وإسناده مشهور، وسوف نوزع عليكم الإسناد في ختام الكتاب إن شاء الله. باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. لأن عشان تعرف نعمة الإسلام لابد تشوف الناس كانت قبل الإسلام عايشة إزاي، هو عايز يبين لك كده، عايز الإمام الدارمي يدي لك هذه الرسالة عشان تدرك نعمة الإسلام، شوف الناس قبل الإسلام كانت عايشة إزاي، تقوم تعرف كيف أن الله نقلك نقلة يعني لو تعجز لو ظللت عمرك كله تحمد الله على نعمة الإسلام أن تؤديها. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ يعني أيؤاخذ الرجل بعد إسلامه بمعاصيه في الجاهلية؟ هو ده السؤال. قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. يعني أساء في الإسلام يعني إيه؟ يعني دخل في الإسلام ثم خرج منه، يبقى هيعاقب على الأول، على القديم والجديد، فاهم؟ يبقى الإسلام يهدم ما كان قبله، كما ورد في إيه؟ في صحيح مسلم، الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها. يعني من إيه؟ من معاصي أو من مخالفات. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية من مخالفات، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعن أبي قال أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة ابن معبد من بني الحارث ابن أبي الحرام من لخم عن الوضين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها. أجابت يعني إيه؟ يعني أما ناديها تسمعني وتفهم وتجيلي، أدي معنى أجابت دعوتي. يعني كبرت البنت كده أما يناديها تجيله جري وتفرح بيه لما وصلت لهذه المرحلة. يعني فلما أجابت يعني إيه؟ يعني انتبهت وكبرت وصارت تفهم الكلام وتجيب له الداعي. وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، ولما أدعوها تجيلي فرحة، تقول لي يا أبي يا أبي وتجري علي. فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، حتى وصل إلى بئر حفرة يعني في آخرها ماء، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه، ثم ماتت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، يعني حتى سال دمع عينيه عليه. يعني النبي تأثر قوي، إزاي قسوة القلب كانت بك بهذه الدرجة؟ البنت تأتيك مسرورة وفرحانة بك لأنك أبوها وتأمن لك، ثم تأخذها وتلقيها في البئر وتسمع نداءها ولا يهتز قلبك، ايه القسوة دي؟ فالنبي بكى لم يتحمل ايه هذه القسوة صلى الله عليه وسلم، عشان نبين لك ان كيف كان في الجاهلية الرجال والناس عندهم قسوة شديدة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، يعني سال دمع عينيه على خديه. فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له، فالرسول قال له إيه؟ كف، فإنه يسأل عما أهمه، والرجل جاي بيسأل حاجة هم في قلبه بعد ما أسلم، الحادثة دي مأثرة فيه، هل ربنا هيعاقبني عليها لما هقابل ربنا؟ لأن الحكاية دي هم في قلبه بعد ما أسلم ورق طبعه ايه وتغير طبعه، بدأ هذا الحادثة تلح عليه في ذهنه، ويتذكر صوت بنته بعدما أردها في البئر ويقول له يا أبتاه. فقال له كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له أعد علي حديثك. النبي قال له ايه؟ أعد تاني. فأعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيتيه، حتى يدلك على رقة طبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة. النبي قال لي يقول إيه؟ إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ثم قال له إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. طالما أنت أسلمت خلاص ربنا عفى عن أهل الجاهلية أعمالهم طالما أسلموا، فاستأنف عملك. يعني إيه؟ يعني اعمل فيما استقبلت من عمرك أعمال صالحة، والله لا يؤاخذك بما فعلته في الجاهلية.
وعن أبي قال أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها، لمخافته من الإيه، من الآلهة يعني. قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم وهو أساف ونائلة. يعني إيه؟ يعني بيبين لك قد إيه سفاهتهم في الجاهلية، واخد زبد ولبن يروح يوديه قربان عند الآلهة، هو ماشي جعان نفسه يأكل الزبد بس خاف ياكلها لان دي بتاع الاصنام بتاع الالهه، فراح حطها عند الاله وقعد شويه كده، بس لقى كلب جه راح واكل الزبد وايه وشرب اللبن وبال على الصنم ومشي. مش كان هو اولى من الكلب؟ قال هارون كان الرجل في الجاهليه اذا سافر حمل معه 4 احجار، يعني كان الرجل في الجاهلية لما يجي يسافر ياخد معاه 4 أحجار، 3 لقدره، يبقى 3 أحجار يحطها 3 كده زي المثلث عشان لما يحط القدر بتاعه يولع عليه ويطبخ يقوم يسند القدر بتاعه، فهمت؟ يبقى 3 لقدره، والرابع يعبده، يعني هيمشي من غير إله بقى يعني، ويربي كلبه ويقتل ولده. شفت قد ايه بقى كانوا في ايه، في جاهليه، الكلب بتاعه يربيه عشان بيصطاد بيه بياكل بيه، لكن ابنه يروح قتله، يبقى بيربي الكلب ويقتل ابنه، وبعدين ايه يعبد احجار واصنام. يعني قد ايه كانوا الناس في سفاهه وفي ظلمه. فالحمد لله على نعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ريحان هو ابن سعيد السامي قال حدثنا عباد هو ابن منصور عن أبي الرجاء قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، أول ما يلاقي حجر كده صخرة جميلة حلوة ملساء كده ياخدها يقول لك ما شاء الله لقينا إله النهاردة، يروح ياخده يعبده. إذا أصبنا حجرا حسنا يعني إذا وجدنا حجرا حسنا عبدناه، وإن لم نصب حجرا، طب ما لقوش أحجار، ساعات يبقوا ماشيين في الصحراء كلها، هيعيش بقى من غير ما يعبد حاجة؟ مش لازم يعبد حاجة، ولأن الإنسان مفطور على العبودية، فهو لازم يعمل إيه؟ جمعنا كثبة من رمل، يجمع شوية رمل كده لما يعملها إيه كومة، كثبة يعني كومة من رمل. ما أقام جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج عليها فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان. يعني يعمل له إله بقى، يعمله إزاي؟ يجيب كثبة رمل، كومة رمل، ويجيب إيه؟ ناقة صفي، صفي يعني إيه؟ جميلة قوية، قوية حلوب كويس؟ فتفاج يعني ايه، يفتح رجليها كده فوق الكثبه عشان اما يجي يحلبها ينزل اللبن على الكثبه، يقوم يروي الكثبه دي باللبن، تقوم اما تشرب اللبن الرمال تتماسك ويقعدوا يعبدوها بعد كده، فهمت بقى؟ فتفاج عليها يعني ايه، يعني تفتح قدم ايه ساقيها فوق الكثبه حتى يحلبها وينزل لبنها على الكثبه، فهمت؟ اعرف طريقه صناعه الاصنام. فنحلبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان. طول ما هم قاعدين في المكان ده يعملوا لهم الإله بتاعهم لحد ما المية تجف ويحتاجوا يسيبوا المكان، يقوموا يرحلوا عنه، لأنه كانوا بيرحلوا حسب الأماكن اللي فيها مية يعيشوا، لحد ما يخلصوا ميتها يتركوا المكان لحد ما يلاقوا بئر آخر، وهكذا كانت دي حياتهم، رحالة يعني. قال أبو محمد الصفي الكثيرة الألبان، ده معنى الكلمات يعني، واللي بيشرح مين؟ الدارمي اللي هو المصنف أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي.
الصفي الكثيرة الألبان، فتفاجأ يعني الناقة إذا فرجت بين رجليها للحلب، والفج الطريق الواسع، وجمعه فجاج. ونقف على باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه، اللي هو ايه؟ اثبات نبوة النبي. يبقى الاول بين لك جهل الجاهلية وكيف كانوا، ثم يريد بعد ذلك ان ينتقل الى اثبات نبوة النبي، ثم يبدأ بعد ذلك بالوحي الشريف الخالص الذي فيه النجاة من كل ما سبق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يوفقنا، ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.